مشاهدينا نحييكم من جديد، وما زلنا معكم نتساءل هل من حق الأطباء أن يدافعوا عن هيبتهم ومكانتهم، ولا هم يرفعون شعار انصر أخاك ظالما أو مظلوما ويطالبون بعدم مساءلتهم أو محاسبتهم. هاخد المستشار رضا السيد المتحدث باسم نادي القضاء. سيادة المستشار أهلا بيك. وائل، واهلا بالساده الضيوف جميعا. اهلا بيك سيادة المستشار، بيحييك جميعا. اتفضل يا سيادة المستشار، اتفضل. في البدايه بس انا اريد ان اوضح مساله غايه في الاهميه، وان اتفضل. دور النيابه العامه عندما تنتقل الى احد الوقائع التي تشكل وقع التحقيق، ينتقل السيد الزميل للمستشفى للوقوف عما اذا كان هناك امكانيه لاستجواب المجني عليه او المتهم. بعض الوقائع. هذه الوقائع عندما ينتقل السيد وكيل النائب العام الى تلك الوقائع، يتعامل معه الساده الاطباء بكل تيسير لمهمته. طبعا. يا استاذ وائل والساده الضيوف يعلموا ذلك، ان كميه التحقيقات التي ينتقل فيها الساده وكلاء النائب العام الى المستشفيات كثيره جدا. جدا ولا حصر لها. طبعا بسبب يوميا طبيعة العملين، يعني ان هيبقى عندك متهمين ارتكبوا او في مجني عليهم، وبالتالي او في جاني وهكذا. يعني في البداية اريد ان احدد انني لا اتحدث في موضوع الدعوة، لانه لا يجوز التحدث في هذا الامر، وانا استعجب من الاستمرار في هذا الامر حال كونه محل القضاء، ويجب علينا جميعا ان نقف عند هذه النقطة بشكل واضح ومحدد، انه اذا كان اذا كانت هذه الواقعه ما زال حتى الان في يحق لهذا المتهم ان يقوم بالطعن على هذا الحكم الذي صدر، اذا يجب علينا جميعا ان نصمت عن هذا الحديث، لانه هناك مساس وتشكيك في ما يحدث. هذا اولا. ثانيا يا استاذ وائل، احنا يعني للاسف الشديد وجدنا دائما أن القاضي هو الطرف الغائب دوما في معادلة العدالة. في ظل حق كل أطرافها بالظهور وإبداء ما يعين لهم من طلبات وعرض وجهة نظرهم والظهور في هذا البرنامج وإبداء الحق في طرح وجهة نظره، بينما يظل القاضي ثابتا على الصمت متمسكا بقيمه وتقاليده القضائية العظيمة. قضاة مصر الأجلاء يعون دقة الظرف ويقدرون حجم المسؤولية ويتفهمون ويستوعبون كل ما يجري بمنتهى الحكمة والتعقل. ومجلس إدارة نادي قضاة مصر هو المدافع، يعبر عنهم وما يجيش في صدرهم، وهم متضررون أشد الضرر مما يحدث الآن على هذه الحلقة وما يدور الآن وما حدث من أحد السادة الضيوف اللي حضرتك وشكك وقال أن هذه القضية محل تلفيق. أوصل الأمر أن قضاة مصر يلفقون؟ أوصل الأمر يا أستاذ وائل أن قضاة مصر يتم التشكيك بهم على الهواء مباشرة؟ لهذه الدرجة يجب أن نعي جميعا أن قضاة مصر هم سلطة من سلطات الدولة، ويجب جميعا أن نعي أن المساس بهم والمساس بالقضاء المصري، وليس قضاة مصر، المساس بالقضاء المصري بهذه الطريقة هو مساس بأسس الدولة. يجب جميعا أن نقف. بس هو استاذ مستشار ما تحدثش عن القاضي اللي اصدر الحكم، اتكلم عن نحن الان كيف طبيعه وملابسات ما حدث. يعني عندما نخوض في الملابسات فنحن نخوض في الحكم، ارجو الا تعلم ذلك جيدا. عندما نخوض في الملابسات واقوال عند حضرتك حق، ونعدك بعدم تناول هذا الجزء فيما يتعلق هذا الحكم، يجب عدم المساس به طالما انه مفتوح امامه باب من ابواب الطعن. حتى ينتهي هذا الباب ويقفل اصبح الحكم متاحا للجميع، فهو باسم الشعب وليس باسم القاضي او باسم وكيل النائب العام او باسم احد من المتهمين او احد المجني عليه، انه باسم الشعب. ولكنه عندما تنتهي طرق الطعن الجائزه عليه، اما الان نحن نتحدث ونخوض ونتحدث كيف تسمح يا استاذ وائل بهذا الذي يحدث امام؟ لا يا استاذ مشرف، احنا بنتكلم القضيه في اطارها العام، يعني يا استاذ وائل لانه الحقيقه في اكثر من مشكله متعلقه
بالاطباء وبنطرحها، يعني هل يطالب الاطباء بألا يحاسبهم احد؟ يا استاذ وائل، تحدث انت وظروفك كيفما شئت، كيفما شئت عن مشاكل الاطباء، تحدث كيفما شئت عن مشاكل المستشفيات، تحدث كيفما شئت عن كل ما يعني لكم، اما الحديث عن حكم قضائي ما زال امامه باب من ابواب الطعن فهو غير مقبول بالمره. وايضا اتحفظ بكل ما تحمله الكلمه من معنى مع ما قيل وما تم ترديده بان القضيه ملفقه، هناك الاف القضايا ينتقل فيها، لماذا هذه القضيه؟ هناك الاف القضايا ينتقل فيها الساده وكلاء النائب العام والساده المحامين العموم والساده رؤساء النيابه، الجميع يبذل قصارى جهده. القاضي الحق يا استاذ وائل هو الذي يهرول خلف العداله، لا يهمه باطرافها. القاضي الحق يا استاذ وائل هو الذي يتحدث بحق عن كيفيه الوصول الى العداله حتى ولو كان طرفا فيها. خلينا نتفق ان كل الكلام اللي سيادته بيقوله احنا متفقين طبعا عليه. طبعا سياده المشرع عند حضرتك حق. ونحن نحترم الاطباء ونقدم رسالتهم ونقدم دورهم العظيم في ونحن نحترم القضاء والحكم هو عنوان الحقيقه ولا نخوض في القضيه والقضيه اي كلام فيها زي ما سعادتك تفضلت وقلت في ساحات المحاكم وان ده مش مكانه وده اللي احنا كنا عايزين نبتدي بيه كلامنا اننا نتكلم في ما هو الاجراء اللي يتفادى بيه حدوث مثل هذا. طيب استاذ مشرع عايز اسالك بس، هل من 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 حق بعض اصحاب المهن في المطلق في العموم يعني انهم يطالبوا بانه طريقه استدعائهم تختلف عن الاخرين؟ الجميع امام القانون سواء يا استاذ وائل، ولكننا نقدر وكتاب التعليمات العامه للنيابه العامه يقدر اصحاب المهن المهمه ومنهم الاطباء، ويتطلب الامر في احيان كثيره وجود وكذلك الساده المحامين وكذلك الساده كثير من المهن يتطلب فيها الحضور من الاعضاء، ولكنني اريد الا اخوض، ارجوك يا استاذ وائل لو تكرمت، ان القاضي وقر في قلبه انه مؤتمن وامانته ولايه ورساله لن يجزيه عن حسن ادائه الا الحق العزيز سبحانه جل وعلا. القاضي وحكمه لا يمدح ولا يقدح، ولكنما يطعن عليه وفقط. يطعن عليه وفقط. انا بشكر الساده الضيوف على ما ادلوا به، ولكنني اتحفظ مره اخرى على ما قيل ان القضيه ملفقه وان هناك. طيب بس هو استاذ مشرف مش عايز خوض في القضيه نفسها. طب اتفضل اتفضل. سياده المستشار طبعا احنا بنبلغ لحضرتك تقدير اطباء مصر الكامل للقضاء وللنيابه، وإن ليس لنا بعد الله إلا القضاء والنيابة نلجأ إليه في كل مشاكلنا، فهذا الموضوع منتهي. إحنا بنتكلم في واقعة معينة من فرد قد يكون قد أخطأ، تقدمنا بشكوى للنائب العام، تقدمنا بشكوى لتفتيش النيابات، يعني حاولنا بكل الطرق إن إحنا نحاول نلم الموضوع زي ما بيقولوا من الأول. هناك من اوصل الموضوع الى هذه الدرجه. مش انا عايز سيبني يا استاذ وائل اكمل عشان دي رساله محملهاني اطباء مصر للقضاء. هذه رساله ايضا من قضاه مصر يا فندم. انا احنا واجبنا ان احنا طيب هنعود تاني للخوض في القضيه. يبقى احنا ما احنا جايين ليه؟ ليس هل هناك القضيه بالقانون القانوني العام بعدم النشر في هذه الدعوه؟ هل هناك امر؟ مش علاقه يا دكتور. طيب. النشر او مش يا النشر يا دكتور، ليس هناك علاقه بعدم النشر من مش عدم علاقة. انا اقول لحضرتك انه طالما ان هناك طعن على هذه الدعوه لا يجوز لنا ان نتحدث في واقعها وملابساتها، هذا هو القول الفاصل، غير ذلك. طيب نسأله عن سياده المستشار. انا بشكرك و هننتقل. بشكر حضرتك سياده المستشار رضا السيد المتحدث باسم نادي القضاء. بعد الفاصل بس هنبعد بقى تماما عن القضيه، بس خلينا في السؤال العام، يعني لماذا هذا الشعور عند الاطباء؟ مش في الواقعه دي، في وقائع كثيره متعدده، حتى اذا صدر ضد الاطباء اي احكام قضائيه متعلقه بعمليات طبيه اجروها ومات المريض ينتفض ايضا الاطباء، حتى لو حصل مواجهات مع خلافات متعلقه باقسام الشرطه ايضا ينتفض الاطباء في اكثر من واقعه. المشكله فين؟ عند مين؟ هنناقش ده معاكم في الجزء الاخير بعد الفاصل، وهناخد منكم تعليقات اخيره بعد الفاصل.